سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هذا الرجل فنان في أكثر من مجال، هو واحد من الملحنين المقتدرين في العالم العربي، وهو مغني ومخرج استعراضات غنائية ومقدم برامج تلفزيونية ومصمم رقصات ومونولوجيست كشكول فني، وهو أيضا سليل أسرة فنية، أبوه الموسيقي القديم زكي مراد وأخته الفنانة الكبيرة ليلى مراد. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنان الأستاذ منير مراد. اهلا استاذ منير. اهلا بيك. اهلا بيك. من زمان ما التقيناش بيك، انت فين؟ انت طب ما انت ما التقيتش بيا، ده معناته انك انت كمان انت فين. اهلا وسهلا. طب انت بتلاقي نفسك فين دلوقتي؟ والله انا موجود في كل حته، الا ان طبعا بعد احداث 6 اكتوبر ما حدش فينا قدر يسافر طبعا. انت عارف بحكم الحاجات اللي كنا مرتبطين بيها، الحاجات الوطنيه وغير الوطنيه. شاركت انت في شاركت في حاجات كتير. اول اغنيه اتذاعت رايحه على صحراء سينا، غنتها ليلى مراد. طبعا الناس عارفه ليلى مراد تبقى مين بالنسبه لي. ايوه. يعني انت منتشر. الحمد لله. هو الحقيقه انا سوقي يعني مش اعمالي كلها بتبان في السينما، يعني ما بشتغلش للاذاعه قد ما بشتغل للسينما، ما بشتغلش للتلفزيون قد ما بشتغل للسينما، لان النهارده يمكن اقدر اقول لسيادتك ان مجال السينما وخصوصا الافلام الاستعراضيه ابتدت تاخد نشاط كبير، وخصوصا معظم الحاجات اللي يعني بتبقى في الفيلم زي استعراضات او اغاني استعراضيه او كواتيور. والطريف في الموضوع كواتيور، بتقول الكواتيور اللي هو الاربعات. يعني اربعه يغنوا. واخد بالك؟ فمثل الغريب بقى في الموضوع ان دلوقتي معظم الفنانات ما تفهمش اصيبوا مثل بلوسه الغناء من بعد زوزو او حكايه زوزو. خلي بالك من زوزو. انا بقول حكايه زوزو، حكايه زوزو. اصلها حكايه فعلا. يعني بعد ما سعاد حسني غنت ورقصت ونجحت، موضه دلوقتي. موضه ابتديت بسيط، لقيت نفسي دلوقتي بلحن لمجد الخطيب ومديحه كامل وناهد شريف وحاجات غريبه، او سعيد صالح وعادل امام ومعرفش. يعني خلاص كل الناس عاوزين يغنوا، انتشرت. طب ايه رايك في الظاهره دي؟ يعني هل انت بتؤيد فعلا انه؟ انا بؤيد جدا. انا شخصيا طول عمري بقول ان مفيش انسان ما بيغنيش وما فيش انسان ما يتلحنلوش. لا يعني يغني لنفسه في الحمام. لا مش بقصد مغنى، يعني بمعنى اداء وطرب، يعني انه يقدر يقول جمله موسيقيه بسيطه تتعمل على قد صوته وبشكله بصورته كلها عموما. يعني فده رايي، يعني ان مثلا زي المرحوم نجيب الريحاني، هو كان بيغني عشانك انت مثلا، حاجات زي. طيب ما هو لكن الاستاذ عبد الوهاب قدر. واخد بال حضرتك؟ يعني ونجح جدا. ونجحت. وانا قابلت حاجات كتير صدف، يعني بقول لسيادتك زي مجد الخطيب مثلا. بقت ما اولا صوتها في الكلام يعني ده حاجات كده. فتصور بقى بتغني، فبرضه خليتها تغني وتقول حاجات فيها. وطبعا يعني لون من النشاط الذهني الجيد، انما هو اللي بيفرضه انه يكون الموقف في الفيلم او في العمل المسرحي بيقتضي هذه الاغنيه، والا تبقى محشوره. بس احنا نرجع للحاجه اللي هي الفيلم المصري معناته الفيلم الغنائي، الفيلم المصري مش معناته الفيلم الدراماتيكي، او يعني يمكن يكون اجتماعي انما برضه لازم يكون غنائي. يعني الجمهور بيحب قوي، او مش احنا الجمهور ده، في كل العالم العربي. الفيلم المصري معناته ان يبقى فيه الغنوة والاستعراض والرقصة والنكتة وشوية دراما وشوية معرف وحاجات من هذا القبيل. يعني احنا نتجه بقى الى القصة فعلا بقى، يعني نمسك بقى بالقصة الحقيقية بقى ونخلص من
طب أستاذ منير، أفهم. هل أنت بتتعب في تحفيظ الناس اللي بتتكلم عنهم دول أساليب الغناء؟ أصل اللي حاصل إن أنا ما بيجبوليش كلام ألحنه، أنا بكتب الفكرة أساساً وبعدين بقعد مع المؤلف وبقول له هتعمل كذا، هتكتب لفلانة كذا وهتخلي فلان يقول كذا، وبعدين بجانب التحفيظ بعلمهم الطريقة، لأن أنا أساساً كنت ممثل وكنت برضو في الإخراج، اشتغلت حوالي 15 سنة مساعد مخرج، فعندي فكرة طب عن دول السينما. الاتنين نسيتهم انا في تقديمك، وانا بقدمك بقدم لستة الحاجات اللي لا عندك. ده انت قلت عليا مونولوجيست مع ان انا مغني او مطرب. لا يعني انت في مرة، اصل اللي خلاني اقول الحكاية دي انه سمعت لك من زمان قوي كان سكتش غنائي ظريف جدا بتقلد فيه الفنانين، بالظبط، حد الشاف عبد الوهاب الشاف وما عبد اعرفش ايه الوهاب. وكلام وكلام ظريف جدا، وكنت انت يعني اذكر انك لابس التوب هات وملابس السهره وماسك عصايه ايوه وتقدم لون جديد. بالظبط. ف مع الاسف الشديد ان من انا مش عايز اكبر نفسي، ده الحاجات دي كلها معموله امبارح بلاش نقول بالظبط حصلت امتى. لا بجد زعلان، لان ما من حوالي دلوقتي 19 سنه او 18 سنه حاجه زي كده، يعني ازاي ما يطلعش واحد مثلا حتى يعني قدر يقلدني او يعني ياخد روحي او بطريقه، يعني تاخد بالك ازاي يعني يشرب منك يعني. يشرب مني او بتاع، او حتى انا كمان كنت في ساعتها قطعا هخدمه وما فيش شك ان انا هعمل له حاجه طب كتير. هو السؤال قبل ما يوجد واحد يشرب منك، طب ليه انت ما استمرتش في 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 تقديم هذا اللون؟ اه ده بقى يعني هخلي السادة المستمعين يقعدوا لغايه بكره عشان هحكي لهم حاجات. احكي احكي. بس كان يسعدني قوي ان يبقى في وقت. الحاجه بسيطه جدا، انا عملت افلامي كانت انتاجنا، كانت كنت انا عامل شركه انا والمرحوم اخويا، وعملنا فيلم اسمه انا وحبيبي كانت بطولته شاديه، وفيلم تاني اسمه نهارك سعيد برضو كان فيه ابطال كبيره قوي، الا ان الافلام جابت فلوس، بمجرد ما جابت فلوس اصبحنا منتجين وابتدينا نحط السيجار في بقنا وخلاص افتكرنا الدنيا يعني، واتفلسفنا طبعا، وعملنا تلات قصص بعد كده، تلات افلام طبعا. مع الاسف الشديد رجعنا تاني ما بقناش معانا سيجار. ما بقاش معاكم سيجاره. سيجاره. ايوه ايوه دي مغامره الانتاج السينمائي، اما ان تصعد بيك الى السماء او تهبط بيك يعني. وفي الوقت نفسه انا استنيت ان المنتجين طبعا شافوا افلامي وقالوا ده جديد، وكل واحد يقول ايه ده انت ايه مش عارف ايه طيب فين، لا يبعتوا يجيبوني علشان الحن استعراضات. دي اللي حصل. فطبعا انت عارف ان كل انسان لازم يعيش. طب بقول اللون ده الحقيقه كان ممكن قوي يتحط قبل على تسمح لي اولع سيجاره. يا سلام يعني احنا بالمناسبه ما تحبش تشرب حاجه؟ فنجان قهوه، فنجان شاي. شكرا، انا بحب بحب القهوه العربي. طيب عندك قهوه عربي؟ لا قهوه عربي دي لا صعب شويه علي. شكرا الحقيقه قوي. هو المسرح مسرح المنوعات، احنا في اشد الحاجه الى مسرح منوعات، كان ممكن يتقدم فيه حاجات زي اللي انت بتقدمها دي وتبقى ظريفه جدا جدا. انا مستني اشاره بس برضه هرجع اقول لو الساده المستمعين دلوقتي لو عرفوا مثلا ان انا قدمت حاجات كتير قوي واستنيت وما زلت مستني اي حتى تليفون يقولوا لي ما حصلش مع الاسف. طبعا مسرح الاستعراض قطعا يعني انا متوقع له نجاح كبير، وخصوصا انه في اهتمام، في اهتمام كبير من القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الخاص مع بعض، والجمهور عطشان الى هذا اللون تماما يعني، لان هو ده هو ده يعني. سيادتك لما تاخد بالك ان في مثلا عندنا هنا مسرح اسمه مسرح متروبول ما بيقدمش لغير اغاني، يعني ما هوش ملهى ليلي، ما هوش محل يعني ما ينفعش للعائلات او يعني، لان تروح تتفرج على 15 20 نمره، واحد بيغني، واحده بتغني، واحد اتنين ثلاثه مثلا بيقولوا موال شعبي، فجميل عرض جديد. فده بس طبعا بيخيل لي هيكبر قوي، لان احنا النهارده اصبحنا عندنا يعني مثلا بدل البنت اللي بترقص بالميات والولد كذلك، ومدربين رقص كتير، وبعدين في مجال كبير يعني. على فكره كمان انت لك اهتمامات بتدريب الرقص، بعمل رقصات. عملت كل كوريجرافيات الافلام بتاعتي وافلام غيري لغايه دلوقتي، الكوريجرافي اللي هو تصميم الرقصه بالفكره، عشان انا اللي بوضع فكره الغنوه اساسا. فبقدر احدد لها المكان اللي هتصور فيها، والمخرجين معظمهم بيستريحوا معايا قوي، لانه يقول لي منير خد السيناريو اعمل لي حاجه فيه، انا عايز اي حاجه اعمل بيها جو، وانت جايب له الحاجه جاهزه يعني ما على طول. يعني نقدر نضيف الليسته ايضا استاذ منير مراد كوريوغرافر.
يعني اذا كنت عايز حضرتك وبعدين دلوقتي اسكت ما عندكش فكره. ابتديت اتعلم حاجه غريبه قوي، اليوجا. انا ما كنتش عارف انها يا لا خبر دي دمها خفيف قوي، بتقف على راسك وحاجات من دي لغايه وبتاع. دلوقتي لسه وقوف على الراس ما وصلش، لكن يعني الحمد لله بس هو بعمل كام حاجه، انما حقيقي بتريح اعصاب الواحد. طب بالمناسبه انت سنك كام سنه؟ يعني هو تاتش وود مش باين عليك يعني. انا من مواليد سنه 42، لكن الذكي يفهم. 42 دي تبقى ما فيش حد ذكي هنا. ما فيش. يبقى نقلب الموضوع ده. انما 24 يعني. والله يمكن. لكن مش باين عليك، تعرف؟ ابدا. مش باين عليك يعني. لا طبعا باين يعني. طبعا يعني دلوقتي لو عملت فيلم والناس هتشوفني في الفيلم الاولاني، بالرغم ان انا الحمد لله ما زلت برضو محتفظ بجسمي واقدر ارقص. انا برقص يومي، بتمرن ربع ساعه تلت ساعه حسب ما يبقى فيه عندي وقت، لانه بحب، بجانب ان انا ما فيش ليله ما برقص فيها في اي محل. يعني هي روحك شابة جدا الحمد لله، ووشك شاب جدا، وهذا يكفي. الله يخليك. طب تعرف ان انا لسه فاكر صورتك وانت بتقدم الاسكتش ده، وكان يعني لفت نظري قدرتك الفائقة على التقاط ملامح الفنان اللي انت بتقلده. يعني فن التقليد، تقليد المطربين والفنانين وعمل كاريكاتير منهم، فن جميل جدا الحقيقة، بس لما بتعمله بالصوت بيحتاج الى انه يبقى عندك حاسة التقاط رهيبة جدا، وانت فعلا كان عندك حاسة التقاط عظيمة. وانت اول من بدأ يعني التقليد باسلوب الكاريكاتير. ايوه بالظبط. وحد الشاف عبد الوهاب، وحد الشاف معرفش مين، وغنى يعني مش تقليد بالزبط. بس كده زي المونولوجيست. انا بحب قوي يعني اللي يقلد من بعدي، في بعض من اخواننا الفنانين بيقلدوا، بس ما بحبش. انا بحب اتقمص الشخصية، يعني حتى لما احب اقلد عبد الوهاب وهو بيتكلم تحس انك قاعد مع عبد الوهاب. لو اكلم زي فريد الأطرش ما بيتكلم تحس ان يعني واخد بال حضرتك. مش بس المغنى بتقنها بحكم ان انا بقدر ادي الصوره بالظبط اللي هي بتشابه صوت عبد الوهاب او فريد او عبد المطلب او اي حاجه. تقمص مش بس حكايه حاجات كاريكاتير يعني. مش كاريكاتيريه بس وعلى انفعال زياده وازودها ومبالغه. لا انا بحب الاتقان يعني، حسسك الله غريب كأنه. وإنما في وضع سمباتيك برضه. طب إيه رأيك أستاذ منير لو حاولت إنك تتقمص تاني ونرجع تاني للفترة دي؟ هو في الحقيقة أنت عارف زي ما قلت، مش عارف الواحد، إحنا بنفتكر المزيكا بس الكلام بيبقى صعب علينا عشان نفتكره. هو في الحقيقة طبعا دايما الأستاذ عبد الوهاب على بالي. أنا بحب عبد الوهاب قوي. ده سكر. انا سكر حقيقي. واظن في حياته الخاصه ده ما فيش كده. ده غريب. ده انت عاشرته كتير قوي قوي يعني، من مش هقول الوقت بلاش. ولو ان احنا قلنا كل حاجه. فعلا هو عبد الوهاب سمعني وانا عندي 5 سنين، جه يتفق بجد 6 سنين بالظبط. جه يتفق مع ليلى مراد في اول مره، كان عايز يعمل معاها فيلم ورده الحب ولا ما اعرفش ايه، وفات وقت سمعني وانا بضرب عود. وبعدين مره اللي بعدها فات كذا سنه وبتاع لغايه لما اتقابلوا علشان يعملوا فيلم يحيى الحب، فسمعني. فكنت انا غاوي قوي الاستاذ عبد الوهاب، فكان في حاجه له اللي هي اسمها حبي. حبي. مقطوع موسيقي دي. اللي اخره يعني دي كانت حاجه بس. فانا بقى دايما بحب اقلده يعني. طب ساعات كده تسمعي اقول لك على حاجه بس الطريفه. تبص تلاقي ايه، ساعات انت قاعد في بيتك لكن ما انتش فاتح لا راديو ولا تلفزيون ولا حاجه، لكن الجيران فاتحين راديو. فانت لو بتصور ساعات اسمع مثل غنوه مثل هاني الودي دي، اول ما طلعت كان في ناس جايبين الاسطوانه وانا متغاظ مش ما جبتهاش. فكنت تسمع عبد الوهاب من 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 بيتك، من عند الموسيقى بتبقى من عند الجيران وانت تسمعه بهذا الشكل. واخدك. كان نفسي يبقى فيه دلوقتي تلفزيون عشان نشوف وشك وانت عامل كده. طب اظن يعني يبقى فريسه ضخمه ليك الاستاذ فريد الاطرش. لا ده الشربات. الشربات ده بقى دمه خفيف قوي فريد الاطرش الحقيقه. يعني من الشخصيات اللي، وبعدين يعني هو له طابع في الحانه
الشرقية الشرقية والإيقاعات الراقصة ما في الشك على طول، وله أسلوب مميز يعني، الواحد بيسمع لحن يقول ده بتاع فريد. طب نسمع كده بتقلده ازاي؟ هو طبعا أستاذ فريد ده ماله. تعرف ان انا ليه حادثة غريبة مع الأستاذ فريد الأطرش بمناسبة أغنية ما قال لي وقلت له. اللي حصل الآتي، طبعا انا ما الناس ما تعرفش ان انا دخولي في مجال التلحين كان بتشجيع فنانة كبيرة اللي هي السيدة تحية كاريوكا. عجيب. لما حاجات غريبة قوي. وهي اللي اتاحت لي اول فرصة في حياتي ان انا لحن في فيلم، وكانت غنوة لها، وكانت الغنوة دي اسمها ما قال لي وقلت له. واتاري المرحوم استاذ ابو سعود لبياري كان بايع الكلام لتحية كاريوكا لشركة افلام معرفش ايه، وفي الوقت نفسه الكلام الظاهر اعجب بيه استاذ فريد الاطرش، فاحنا الاثنين لحننا. طبعا انا لحنته لكن اللي اشهره فريد. مش عايز كلام لان فريد الاطرش طبعا وانا ما كنتش هنا خالص مش موجود. فدي كانت مناسبه غريبه يعجبني في ادائه حقيقي. نشوف هتقلده ازاي. ما قلبي قلت له ولا جالي ورحت له، ما قلبي قلت له ولا جالي ورحت له، يا مازل فلفله يا مازل فلفله، مازل فلفله. ولازم وشه يبقى كده. لا لكن افهم من كده انك لما بتكون قاعد مع ناس مثلا بيبقى ذهنك كله مركز على بتشوف ازاي بيتكلموا ملامح وشهم ايه انت فايق ايه ولا حاجه امبارح لطيفه جدا معايا تلفزيون ولا لا الاذاعه اسف متاسف بالاذاعه واحده مستضيفه على ما اظن 3 دكاتره فبتقول سيداتي سيداتي احنا معانا دلوقتي الدكتور فؤاد طلعت والدكتور علي المنياوي والدكتور معرفش حسين منتصر، واحنا هنسالهم دلوقتي اذا كان الاسبرو مضر للصحه ولا كويس للصحه، وخصوصا ان احنا داخلين على امتحانات وشبابنا لازم مش عارف ايه وبياخدوا منومات وبتاع ده حاجات منبهات ومعرفش ايه. فاللي حصل اتي انا فوجئت فقلت له طيب يا فندم وايه رايك يا فندم دكتور طلعت؟ لا والله انا في اعتقادي ان اساسا هو يعني ما طالما الواحد يعني بيتناول قرص ولا قرصين ولا اي حاجه من اصل خبيث فهي انا شو لا. وقت رحت تساله الثاني قلت له انت ايه رايك؟ ما والله انا وحاجات اصوات انت انما انت فيك كميه شقاوه ضخمه جدا حاجات غريبه قوي شقاوة تروح يعني. والأخير اللطيف قوي ولا والله أنا بنتي ميرفت وهي عندها 8 سنين بصراحة يعني بصيت لقيتها بقى يعني الأقراص بتاع الأسبر ده في إيديها على طول فأنا قلت لها يعني بتاخد أنا سمعت من عن شقاوتك كتير الحقيقة خصوصا مع عبد الوهاب لما كنت بتكونوا في الرحلات مع بعض. ده ما فيش كده وكنت بتعمل فيه مقالب وحاجات من دي. عملت فيه أذكر مرة من المرات في باريس وصلنا وكان في على ما اظن اشكال بالنسبه لاسطوانه كان جمعيه المؤلفين معرفش ايه وشركه ايه عملت ايه وهو كان يملك شركه كايروفون وقت زمان فقال لي اطلب مدير جمعيه المؤلفين واعمل لي معاه مقابله قلت له حاضر فطلبته مره واثنين وبتاع ف يعني الراجل يقول لي دي مواعيد انتوا مش معقول شوفوا مواعيد تانية وإذا بيا أنا بقى في يوم عايز أهرب من الأستاذ عبد الوهاب بأي طريقة يعني عايز أربطه لأن باستمرار ملازمه في كل حتة فعايز تعرف الواحد أحد في باريس يعني عاوز أنطلق أنطلق طبعا بس فكلمته على اعتبار أن أنا اللي هو مدير جمعية المؤلفين فكل شويه بقى كان يبقى مدير استاذ مدير استاذ مدير فين يجي يرد وي وي تو ذا سويت ايوه وبتاع حصل وبتاع وبعدين جيت قلت له طب يا استاذ عبد الوهاب انت لازم تروح لهم وبتاع قال لي طب ما تيجي معايا قلت له لا التاكسي هيوديك وهيجيبك وده قدرت اخلص منه عشان اروح انا معاه واذكر برضو مره تانية بقى كان هو حقيقه تعبان شويه وهو لطيف قوي لما ينام ما عندكش فكره حاجه صوره جميله ازاي اقول لك
تبص تلاقيه ايه نام على ظهره اولا، وما يقلش عن 15 فوطه تبقى جنبه فوط وش. لا والله لا انت بتبالغ. لا والله بتكلم جد، بشرف صوره غريبه جدا. ليه يعني فوطه يمسح بيها حاجه؟ هما بيطبقهم بالطول كده بشكل زي ما تفهم، فوطه لازم يحطها على عينيه وفوطه تحت بقه، يا دوب يتنفس من مناخيره وبقه على رقبته وبقه، وفوطه على ايده اليمين وفوطه على ايده الشمال، وفوطتين على بطنه وفوطتين على رجله، حاجات كده بيعجبه باستمرار يبقى تحت ايديه. فكان تعبان فقال لي ارجوك ما تخرجش بقى النهارده وبتاع وخليك معايا. فانا اتغصت، فقلت اعمل ايه، ما فيش الا غير ان انا يعني اسمع مزيكا. قمت بصيت، تعرف الورق السيلوفان اللي بتبقى ملفوفه بيه المعدن ده الرقيق. فخدتها كده كنت من غيظي، رحت مطبقها كده ورحت راميها في الارض، وقعدت سرحان وانا بسمع مزيكا، واذا بنفسي بسمع حاجه بتاع خش ده الورقه بتتفرد. الورقه نفسها قطع بتتفرد طبعا شويه بشويه. فخطر على بالي فكره ان انا هو نايم جوه في الاوضه، فرحت مطبقها. يا اخي انت شقي، يقولك شقي شقاوه مش معقول. ورحت حاططها تحت السرير، ولقيت اتغصت منه ما سابنيش. هو موسوس بقى اكبر وسوس. وبعدين هو في عز سكوت كده بصيت لقيت، سمعت ابتديت اسمع الصوت من استاذ منير. استاذ منير انت في الاوضه انت مش عارف ايه؟ ما ردتش عليه. استاذ منير، وبعدين الحكايه تسكت. فالحقيقه كانت ليله. جننته ها؟ طب قول لي استاذ منير، يعني انت طرقت طرق خفيف جدا حياتك الاولى، وانا مهتم ان انا نشات في بيت فني زي ما قلت. ايوه احكي لي عن ظروفك الاولى يعني، وحياتك مع ليلى مراد واختك يعني ووالدك. وازاي دخلت على الفن؟ انا دخلت على الفن، انا اولا انا من مواليد القاهره، والغريب من الموضوع ان انا مولود على باب جامع. والله مش معقول. جامع ابو خوده ما يزال موجود عندنا في العباسيه في شارع النزهه. يعني ايه مولود على باب جامع؟ يعني والدتي ما قدرتش تكمل المشوار لغايه ما تطلع الشقه على الباب. يعني حصل حاجه غريبه جدا. ولذلك في حاجات اتنبأ بحاجات كتير بجد، ما بس ما اتكسف اقولها لان ما اعرفش اذا كانت يعني انا مجنون ولا حاجات النهايه. وبعد كده سافرت اسكندريه على طول، كان سني 3 سنين، لان كانت ستي بتحبني جدا، فقالت هاخده وهربيه هناك. وفعلا دخلت الخرنفش ودخلت الليسيه، وقعدت حوالي يجي 16 سنه في مدارس ابتدائيه. وبعدين طبعا مجنون فن، اشوف صور اختي، اشوف صور ابويا، اسمع مش عارف ايه بيغنوا، بيقول اخوك ابوك اختك. وطبعا ما انساش، مش ما انساش يعني الواقع اللي هو حاصل ان انا من بيئه كلها، يعني والدتي كانت بتغني وتضرب عود كويس قوي، كان صوتها حلو قوي. مرحوم اخويا كان صوته جميل، مراد اخويا المولود اللي موجود حاليا في فرنسا، اختي ملك مطربه من مطربات الكبار جدا في امريكا، وصوتها 10,000 مره بيني وبينك بس محدش يقول احسن من ليلى مراد. عند شيء غريب بكلمك جد، شيء حاجه جميله، صوت حلو. طب ما بيجيش ليه؟ اللي حصل طبعا انها سافرت على المغرب هي وجوزها، لانها اتجوزت واحد مغربي، وبعدين سافروا المغرب وابتدت يعني تنتشر في المغرب، وبعدين سافرت بعد كده على امريكا والمكسيك. وهي عماتي كلهم، يوسف ونسيم وزكي، زكي مراد يعني العيله كلها، كل العيله وقرايب العيله عيله مراد بالظبط، بقى لها 150 سنه بتغني ما تفهمش ليه. فبعد كده قمت بصيت، قالوا لي ده في استوديو اسمه استوديو بولكلي في اسكندريه بتاع واحد اسمه توجو بيعمل افلام. فروحت عشان طبعا ابتديت عايز اشتغل اي حاجه، فقال لي انت ما عندكش فكره عن السينما ولا حاجه، لكن اهو اتفرج في البلاتوهات. وانت هنا ابتديت اخد على البلاتوهات وبتاع. طبعا لما عرفوا هناك ان انا ابتديت السينما، فوالدي جه واخويا جه وبتزاي سيمت ايه وبتاع وانا كنت صغير، فخدوني جابوني على القاهره. قعدت فؤاد الاول 3 سنين، مدرسه فؤاد الاول 3 سنين، خرجت من فؤاد الاول والتحقت بالجامعه الامريكيه. ما كانتش الجامعه الامريكيه اللي هي هنا، كان في جامعه امريكيه ثانيه مش امريكان ميشن. واخد بال حضرتك؟ فقعدت فيها، وبعدين ابتديت المزيكا في دمي، اعمل حاجات نسمعها للناس مش مصدقين، انت لطشت منين، عملت ايه، ما فيش حاجات منها. دراستي كانت على يد 2، ماريو زينو ايطالي،
كان هنا في ليوناردو دافنشي اللي عندنا واندري رايدر. اما دراستي الموسيقى الشرقيه طبعا دي كانت على استماع الوالد. يعني اقول لك مثلا على حاجه غريبه، اتعلمت العود والكمانجه والقانون والناي كل ده في البيت. ازاي؟ لان كان تحضير الحفلات زمان كانوا يعملوا بروفات في البيت، ثلاث اربع بروفات ليلي، ويسيبوا الالات الموسيقيه عشان كل الموسيقيين مع المطربه معهم كلهم يقوموا مع بعض اذا كانوا رايحين فرح او حفل. فكانوا بيسيبوا بيتركوا الالات طبعا في اوضه المسافرين اللي احنا بنسميها اوضه المسافرين دي اللي محدش يخشها. فتعلمت العود والقانون شيطاني، وبعدين طبعا لجأت للنوتة الموسيقيه طبعا. طب قول لي، يعني انت نشأت في اسره بتميل للطرب، مع انه اغانيك كلها اغاني اكترها اغاني حديثه وايقاعها سريع، ويمكن انت من الصعب عليك خالص انك تعمل اغاني الطرب. بس مش ممكن تلاقي لحن عندي مهما ابتديت بغربي، لازم الشرقي يكون جواه عصر، يعني محطوط فيه بالظبط زي اللي بيقولوا عملت حبص يعني الشرقيه جوه. لازم زي ايه مثلا؟ اي لحن. يعني امسك مثلا ضحك ولعب ان انا عملته جاز وبعدين حطيت مزمار بلدي. يعني شوف امريكاني ورحت داخل بمزمار بلدي اللي هي الحته اللي بيقولوا فيها ايوه يا دنيا. بابا 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 ايوه يا الدنيا ايوه كده، عمري ما شفت حلوه كده ولا غنيت غنوه كده، لا غنيت لك غنوه كده. سلطان دخلت يعني حاجات من الحاجات القديمه. يعني فعلا شوف دايما ابتديت غربي خالص. الليل موالي العشاء اللي هي كانت بالنسبه لاول جرك عربي، الليل موالي العشاء بتاعت شريفه فاضل. الليل هي ايه؟ بل عجبت البلاد العربيه اكتر من مصر، لان هي إلا رمالي العشاء وأنا ليلي يا عيني طويل صابر والصبر جميل. يعني يعني طروب ابن بلد خالص. لأن قد كده يعني طبعا هو مش مسألتنا، الموسيقى بتاعتنا كبيرة جدا. وبعدين لما نحط يعني قصدي نعملها ميكسينج، نخلطها بالموسيقى الغربية، طبعا هتبقى جميلة، هيبقى طبق كبير جدا ومحدش يقدر يحصلنا فيه. انما استاذ طاهر ما تنساش ان احنا كملحنين احنا بنتعب جدا، لان احنا في لحن واحد بنحط 15 و20 ميلودي. اما في الغرب ما بيحطوش غير حتة ميلودي كمان. صحيح. يعني اللحن الواحد عندكم يتفك يبقى 10 ألحان طبعا، غير الإيقاعات اللي بتتغير. إيقاع عالي، إيقاع 4 3 من 4 9 من حكايات. حكايات. انت بتتعب في تلحين يا استاذ منير؟ جدا، وبيحصل لي حاجات لدرجة ان انا بقى يعني، لان هو مش تلحين، هو تلحين فكري. يا ريت هو التلحين ان انا بلحن حاجة عاطفية، وده من اسهل ما يمكن. يعني انا حضرتك لو جبت لي دلوقتي لحن السيدة ام كلثوم اعيش بيه على كيفي، لان عارف الصوت بيقول ايه، مسافات الصوت ايه، والموسيقى اقدر اعمل فيها اللي انا. انما لما جيلي غنوه خفيفه لازم تنجح، من اصعب ما يمكن. من اصعب ما يمكن فعلا. يعني تلحين الاغاني الخفيفه اصعب، مفيش شك. اصعب مفيش شك. طب اشهر الحنك ايه يعني على الماشي؟ ما اعرفش، هو لغايه اخر حاجه اشهر ما فيش اشهر مع يعني اشهر مش لا يعني شهرة. في حاجات بس المهم انها عاشت، يعني بحلم بيك لعبد الحليم. تقدر تسمعها وإن معموله بقى لها دلوقتي وقت طويل. ظريفة. تقدر تسمعها اول مره تحب يا قلبي كذلك. يعني تقدر تسمع الاغاني دي دلوقتي مثلا. انما اشهر ما اعرفش لسه ما عملتوش. طب لمين غير عبد الحليم؟ للجميع، ما فيش حد ما غنليش. مش مفيش. صباح طبعا معظم افلامها اشتغلتهم مع شادية، عملت لها اكتر من 700 غنوة. لا لا والله 250 فيلم. يا خبر. بالظبط. مش نشأت مع شادية، انا نشأت مع شادية. صحيح. واحد اتنين ومش عارف ايه، واحد اتنين وسوء على مالك ودمية الخطوبة وما اقدرش احب اتنين، وحكايات كتيرة. لك انت كتير كبير قوي. ها عملت حوالي 2500 غنوة. يا خبر. ولادك كتير قوي. الحمد لله. الحمد لله. رائع الحقيقة. طب ايه بقى اللي بتحلم بيه؟ يعني ايه اللي مسرح استعراضي.
مسرح استعراضي. مسرح استعراضي. وتقدم فيه الحان واستعراضات. اقدم فيه اللي انا شايفه يتقدم، اللي لازم يتعمل في البلد دي. لان بصراحه طول ما انا مش عارف المسرح الاستعراضي صعب انهم هيلاقوا الافكار اللي انا عايز اعملها. صعب جدا، لان ده ما اتعلمتهاش. انا صحيح شفت واشتغلت في معظم كباريهات العالم والميوزيك هول بتاعه العالم من امريكا لاوروبا، كلهم اشتغلت فيهم، الا ان انا كمان بمصر الحكايه دي، بعملها لوكال محلي، بخليه بتبقى عربي، فدي صعب جدا. حياتك غريبه ومليانه، وبعدين افكارك متعدده لدرجه ان انا بلهس دلوقتي مش عارف اسالك في ايه ولا في ايه ولا في مليون حاجه. شفت بلاد كتير انت، وشفت ليالي كتير. شفت اليابان طبعا، وشفت المكسيك والبرازيل والارجنتين، وشفت امريكا طبعا بحكم ان انا ابني بيشتغل في امريكا في شركه كبيره اسمها شركه رينولدز بتاعت الاقلام وال ما شاء الله ليك ابن وبيشتغل في شركه الحمد لله. يبقى انت بقى بتعمل عمليه خداع كبيره للناس. والله وشك وشك الحقيقه ما يديش كده ابدا. على كل حال هو في امريكا. يعني انت هنا مالكش اولاد. تعرف لغات ايه وايه؟ اعرف 6 لغات، وهما الحقيقه 7، لان يعني اللغه الموسيقيه دي لغه عالميه. طبعا. اعرف انجليزي فرنساوي وعربي وطلياني ويوناني. يا خبر. واسبانيولي. وتقدر تغني بيهم ايه؟ بغني حاجات كتير قوي، يعني حتى في استعراض عملته اسمه ستوتة. هو واحد بيدور على ستوتة. ستوتة طبعا هي بنت من بلده قطعا لازم تكون، فبيدور عليها في لندن وبيدور عليها في باريس وبيدور عليها في ألمانيا، وفي الأخير خالص بيجدها طبعا في مصر في بلده. فبغني هنا بالإنجليزي وبالفرنساوي وبالألماني والألماني كمان. Wenn Sie so spazieren geht einen aus Urnas waschen Blüder. ده بتغني في الاسكتش ده لوحدك؟ مع كورال. طب والكورال بقى يقول الحاجات الالماني دي ازاي؟ والله بقى تعبانين قوي. والله حفظتهم وقدروا يعني. يسعدني لو تدور بتاعه وتسمعه، هتجد فيه شيء غريب. الكورال بيتكلم فرنساوي كل حاجه. Charming tender tattoo.
bouchon se retourne pour mieux voir. Quand elle marche sur le trottoir, les gens se retournent pour mieux voir. Ses beaux yeux couleur du soir et mon cœur bat de désespoir. Ta silhouette, ta silhouette, rondelette, rondelette, oh ses yeux prometteurs, prometteurs, me bouleverse, me bouleverse, et me renverse, et me renverse, et mon corps bat en battage. Ça tout a, ça tout a, ça tout a, la plus belle des ça tout a. Ça tout a, ça tout a, c'est qu'il voulait à ça tout a. Ob ihre großen schwarzen Augen, auch was sie versprechen taugen, ihre Beine, ihre Beine, schon die Keine, schon die Keine, und ihr Mund ist auch ein Grund. Satuta, Satuta, hübsche kleine Satuta. Satuta, Satuta, sind die Kulle ja Satuta. بيرتاح ولا بيريح رمش عليك الحلو وجرح لا بيرتاح ولا بيريح يفرح فيه ولا يفرح ولا تصدقش اللي بينصحني رحت لحد رحت لحد وانا مش قده وانا مش قده شفت وقلت اللي روحني بصلي بصة بصلي بصة بعوت وصة بعوت وصة قطع قلبي انا بصفة خاصة كلمه عني فتفوت أخلف عن بيت فتفوت يا ستوتا. ستوتا ست الكل يا طامة يا كتوتا. ستوتا 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 ست الكل يا كتوتا. ستوتا ست الكل يا طامة يا كتوتا. Thank you.
لا ده يجنن فعلا. الله يخليك فعلا. يعني هائل قوي. وبعدين المزيكا اللي فيه، المزيكا السريعه دي، وهو ده وصف بقى ازاي بيركب القطر مع كله ده بالرأس وبتاع، ازاي بيركبوا القطر وازاي بياخدوا بعضهم يروحوا يدوروا على البنت واذا يجدوها. وفي الاول على ما اظن في مقدمه اسمي منير مراد متلحانه، اللي هو الشو الافتتاح بتاع ما دي كلها حاجات مسرحيه. بس مع الاسف الشديد، معلش ارجو ان انا يعني يفضل لي شويه وقت واقدر فعلا. انت في انتظارك مسرح غنائي عربي. هو حقيقي هو أستاذ منير مراد، باعتبارك رجل يقظ جدا ومخك يقظ جدا وبتبص للناس وبتقلدهم، يبقى ضروري عندك القدرة على أنك أنت تحلل لي شخصية كل واحد أو أسلوب كل واحد في عمله الفني. فلو خدت زملائك الملحنين مثلا تقول لي أسلوب كل واحد إيه؟ والله هو سؤال محرج، لكن هو يعني انا هقول بصراحه ان في حاجات مثلا حصلت. يعني مثلا الموجي ده كان تصنبط. يعني ايه تصنبط؟ يعني بقى صنباطي كان الاول، دلوقتي انفرد شويه، انما اساسا الموجي كان تقريبا صوره من الصنباطي. كمال الطويل انا في رايي انه احسن من يكتب موسيقى تصويريه للافلام، لانه يمتاز بالجمل الموسيقيه. عنده جمل موسيقيه رهيبه، ولذلك لما تشوف أعماله دايما المقدمة الموسيقية تكون أغنى من اللحن. حاجات غريبة. بليغ حمدي فرض مدرسة اللي اسمها الدوريمي فاسولاسي، يعني إيه السلم الموسيقي زي الشيخ زكريا. ولذلك تبص تلاقي في ألحانه مثلا ردوا السلام على سلام يا غالي يا حبيبتي يا مصري، يعني حاجة كده هو جديد، لكن معرفش يعني بيخيالي انه هو طاقة يقدر يعمل حاجة تانية غير كده. انا بحب ان انا دايما في كل لحن بالنسبة لي يبقى الناس تستغرب ايه ده، ايه الدخول ده، ايه الفكرة دي. واحب دايما اكون up to date يعني باستمرار مع الحاجات الجديدة. لو طلع حاجة اسمها جرك اعمل جرك، سايكو يعني سايكو. دلوقتي حاجة مشهورة يمكن الناس ما سمعوهاش، اللي هي السلامبو. السلامبو ده بالظبط زار بوم با با بوم بوم با با بوم با با بوم بوم با با بوم با زار محطوط عليه مزيكا. فحتى تصور الناس الرجاله والستات بيفقروا بالظبط على موسيقى. فمثل ده يعني انا بحب مثل اعمل الاب تو ديت. الملحنين باقيين يمكن اقول ان مع احترامي للجميع، في اخ لطيف كويس بس ده انتاجه بسيط اللي هو حلمي بكر. بيعمل حاجات كده ساعات كده تلعب بحاجة خصوصا الألحان المسرحية لا وخصوصا الألحان العاطفية. كمان عامل كام حاجة عاطفية في منتهى الجمال. انت نسيت عبد الوهاب. ده أستاذ عبد الوهاب، ما نتكلمش على الأستاذ عبد الوهاب. ده القمة. ده المدرسة الموسيقية اللي احنا كلنا ده شجرة واحنا فروعها على طول. حلو الكلام. طبعا فريد، فريد القطر زي ما كنا قلنا في اول الحديث انه موسيقار طبعا. وحلو انه بيعرف يغني الحانه كويس. دي اهم حاجه في الملحن. تعرف ان في ملحنين او في مطربين يقدروا يعني، في عندنا مش بدون ذكر اسماء ده ارجوك، انهم بيلحنوا دلوقتي نفسهم لكن ما بيعرفوش يغنوا الحانهم اللي هم مألفينها. شيء غريب. اتصور ان فريد مخلص جدا في عمليه الغناء وما يكلفتش. انا بستغرب على يعني الحرف يديله حقه تماما بالظبط بنفس يعني صح. صحيح بالزبط. يعني ايه الالوان الجديده؟ يعني ما بنسمعش لي حوار غنائي، ما بنسمعش مثلا. انت كلمتني عن الرباعي. حلو قوي الرباعي. الرباعي يغنوا مع بعض، الثلاثه يغنوا مع بعض، الثلاثه يعني ثلاثي المرح كان بدا حلو قوي. وكان في بدايه عدو وجديد وكان مرح فعلا. دلوقتي هو مرح؟ لا ملح. لا يعني عارف ازاي برضو السن ليه دخل، يعني السن والحركه وكده. شوف او اتجوزوا كلهم هم اتجوزوا. لا هو الغريب مش اتجوزوا بس، يا ريت ان باستمرار تبص تلاقي صفاء وبتاع ما اعرفش ايه.
وبعد 3 سنين تلاقي واحده تانية وبعدين واحده تانية. يعني هم بيتغيروا ما تفهمش حاجه سبحان الله. لا والمفروض ان الثلاثه لما يغنوا تبقى حركات وعلى المسرح متحركين وكده يعني. لسه المطرب العربي والمطربه العربيه لسه واقف منشي ومتكتف على المسرح. كان عندنا واحد يمكن كان هياخد الخطوه دي الا لقيته انه مع الاسف الشديد بالرغم ان انا عملت له لحن من احدث الالحان اللي هو الاخ اللي اسمه هاني شاكر. كنت بحسب ان هاني شاكر ده هيبقى يعني الفاكهه الجديده. انا بعتبر ان فاكهه جديده يعني بتبقى اذا واذا بي اكتشف انه راجل عايز يغني على الطريقه بتاعت الجماعه الكبار زي العواجيز عايز لسه يحط ايديه وراه وهو شكلا مع تسريحه شعره ولبسه قطعا ده لازم يتحرك ويرقص ويقول زي اللي احنا عملت له اسمه ونصيب والحب. انا بصيت لقيته دلوقتي عايز يقول حاجات كده ما اعرفش ليه وهو عنده 20 سنه فيعني خسار يعني. كان يعني مهم قوي يعني المطرب دلوقتي في العالم المتحرك في الغرب في اوروبا في البلاد اللي بتتحرك ما بيوقفش واقف كده ساكت وبتاع وقاعد يطلع من بقه الفاظ وبتاع مفيش بحكم انه كمان لازم يقول هو واقف اذا كان بيتنطط. الوقت اللي هياخده على المسرح ولا في المكان اللي بيشتغل فيه نص ساعه لازم يكون يقول فيهم على الاقل 5 أغاني 6 أغاني مش غنوه مش مقدمه موسيقيه طولها 10 دقايق ولا ربع ساعه وبعدين يبتدي يقول فتفوت الكلمه وروحوا مزعينه. الحقيقه عشان احنا مجتمع بيحاسب قوي يعني مثلا خصوصا بالنسبه للستات يعني مثلا الناس اللي بيغنوا الاغاني الخفيفه ليلى نظمي على عايده الشاعر على كذا على كذا رغم ان الاغاني خفيفه جدا ومتحركه وهم يعني مش قادرين اقصى ما بيعملوه حركه كده بسيطه محسوبه مع الاسف محسوبه ومليانه خوف. ما هم بمجرد ما بيقولوا لهم اتفضلي يا الاستاذ المطرب كلمه مطربه دي خلاص بقت خلاص بيضيعوا يعني لسه عايزين يقفوا بقى. طيب ما كلمتنيش عن انا عاوزك تكلمني عن ليلى مراد. ليلى مراد ليلى مراد دي ظاهرة في عالم الغناء يعني ملكة الأغنية حاجة غريبة القصيرة غريب السريعة الموضوع ان أغانيها اللي معمولة من 30 سنة تحس تلاقيها كأنها معمولة دلوقتي. ده شيء غريب الشيء صوت وأداء وخفة ظل والألحان والأداء بتاعها وعايشة مع الناس ولسه أغانيها بتتسمع لغاية دلوقتي بالزبط. لكن يعني انقطاعها عن الغناء هذا الانقطاع المفاجئ والشديد والله ده يرجع لحوادث يعني مش حوادث يعني تعرف مشاكل حصلت لها في حياتها وبعدين كونها انقطعت مثلا عن السينما من 15 سنة الإنسان برضو بيكبر ومجرد ما يبص لنفسه بيخاف إنه يعني حاجات كده يعني طيب شادية ليها لونين واضحين اللون اللي انت ده كان عملته اللون الخفيف البنت المدلعة البنت لسه كان سندريلا او مراهقة او كده واخد بالك وبعدين اللون التاني ما كفاية ما اشتغلت بيه 20 سنة كفاية جدا يعني مش معقول واحد اشتغل سندريلا عشان كويس اشتغلت سندريلا 20 سنة يعني انت شايف ان ده تطور منطقي وطبيعي. انا شايف بس ان شادية لما تيجي تغني ما تكبرش نفسها قوي في ما تبقاش الاغاني كبيرة عليها برضو تغني لان هي صوتها حنين ولطيف وشادي حلو يعني فتقول برضو اغاني زي اسمر يا سمراني يعني حاجات حلوه قولوا العين الشمس حاجات غنوه صغيره بس هي بتاديها كويس. بالمناسبه ما قلتليش رايك في رياض السنباطي كملحن عملاق عملاق و يعني هو ماشي في الطريق الصح في اعتقادي وضح. لان هنرجع تاني لرياض الصنباطي بعد الهيصه دي كلها والالات الالكترونيه اللي دخلت بس الشرقيه هتاكل تاني كل الجوانب اللي احنا عمالين نفرنقع فيها دي. يعني انت من رايك ان دي موجه بس استمرت يعني. شويه لكن هنرجع بس هيبقى تطوير هيبقى يعني هيبقى في اوركستر شرقي يعني هتسمع اغاني شرقيه حقيقي. حلو. طب استاذ منير متهيألي انك ممكن تكون من انجح الناس اللي يلحنوا للاطفال واحنا مش مهتمين بالطفل في عالم الغناء باستمرار نتكلم على الحب وكذا واغاني الاطفال بتمثل ركن ركين وهايل جدا يا سلام ليه مش بتدخل في العمليه دي على واسع يعني. والله انا ما هو لازم يطلب مني اصل مش مساله احنا انا ما عنديش وسيله عشان اقدر يعني طب اعمل انت النموذج وقدمه عملنا خصوصا اغاني الاطفال اغاني كتير برضو قدمتها في برضو عندي غنوه هنا معانا
هي بسيطة يعني. أنا بقول إن مش كل مرة نقول يا حبيبي يا ضنايا يا ابني يعني المطربة تغني للطفل، لا أنا بقول إن الطفل يغني غنوة لوحده يعني. أي. فأشركت، هي غنوة بسيطة برضو. نحب يعني إذا كنت تسمعها معايا. أي ظريف. اسمها إيه أغنية بتقول إيه؟ اسمها مش ممكن أزعل ماما، مش ممكن أخاصم بابا علشان يجيبوا لي بسكليتة، ما معناه يعني مش هزعلهم ولا حاجة، هسمع كلامهم بكل حق، ما معناه. طب نسمعها؟ بكل سرور. لا 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 إياك تزعل بابا، إياك تخالف بابا، خليك شاطر علشان خاطر يجيبولك بسكليتة. لا 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 بس وعد على ماما، وياك بخالف بابا، خليك شاطر علشان خاطر يجيبولك بالسكليتة. لا 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 سلام على شطارتكو بتزود غلاوتكو في قلوبنا. يا سلام قوموا بدري قوموا بدري قوموا بدري لمدارسكو وهاتوا لنا بكرارتكو مستقبل بس. أما اللي زعل ماما، أما اللي خالف بابا، أنا راح أخصمه وأزعل منه ولا أجيب له بسكليتة. لا 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 في التلحين. ما فيش، ما انا ليا مدرسه خاصه لوحدي بافكاري، لان ما ليش ما عنديش الحكايه دي خالص ولا عمري. هو تاثير تاثير بايه زي ما قلت في الاول ان الاستاذ عبد الوهاب شجره واحنا فروع فعلا منها. بنشوف يعني ازاي راجل اولا بيقدر يجمع بين الشرقي والغربي في مزيج رائع، لطيف في مزيج رائع. انا برضو تعلمت منه الحاجات، الا ان انا بيخطر في بالي حاجات تبقى شزة شوية، الدخول يبقى غريب. لكن اغانيك كلها مرحة ولها ايقاع سريع. هل لك اغنية حزينة؟ طبعا عملت اغاني حزينة دي، عملت لعب الحنين حافظ. طب انت زعلان ليه؟ لا. طب انا كنت فاكر انك هتقول ايوه ماليش اغاني حزينة. لا لا دافع ليه يعني؟ لا يعني هو لا، انا بقول على مقدرة الملحن ان انا لازم يعرف كل حاجة. مش حاجة اسمها قلت يعمل حزينة انا بس طبعا. حياتي كده بقى ان كل الحنك بتتنطط كده. يعني طب ايه الحزين اللي بيتنطط ده؟ لا مش حزين يعني، مثلا لما نقول مثلا غنوة حزينة، مش حزينة، تكون غنوة عاطفية جد شوية. مثلا زي بأمر الحب لعبد الحليم حافظ. بأمر الحب، غير ضحك ولعب، غير اول مرة تحبي قلبي، غير بحلم بيك، غير وحياة قلبي وافراحه. غير الدويتات اللي بينه وبين شادية مثلا، تعالي اقول لك، او حاجه غريبه، الحاجات كلها في الافلام. يا اخي بناقص الحزن، ما تخليك ابعد عن الحزن يعني وغني له. ما انا يعني مفيش داعي يعني. انت قلت لي دلوقتي اغنيه واحده بس بامر الحب يعني، وهي مش حزينه.
هي أغنية لحظة عاطفية بيقولها بصدق يعني من غير طب متخليك احنا عاوزين المرح يعني احنا نجري ليه ورا الحزن عاوزين أغاني لبنات سن 16 سنة والأولاد مراهقين وبيحبوا بعض من يوميها وحياتك عندي إننا خلاص دي الوحيدة بس اليتيمة يعني اليتيمة يعني انت بشخصيتك كده بتنعكس على ألحانك على طول يعني من غير ما تبقى مفتعل ولا حاجة الحمد لله. طب بالمناسبة ايه رأيك في عبد الحليم؟ كلمني عنه يعني علاقتك بيه وكده. طبعا ده انا ليا فقرة في حياته 15 سنة طبعا مهمين الناس كلها تعرفها اللي هي انا رافقت عبد الحليم في معظم عملياته طبعا في بر يعني كل من سنة 58 وانا باستمرار لغاية سنة تقريبا 71-72 ما زلت كنت مع عبد الحليم في كل انتقالاته لإنجلترا بالذات علشان انت عارف الحاجات اللي كانت الحمد لله دلوقتي صحته بقت كويسة طبعا عشت مع عبد الحليم حاجات كتير قوي حصلت لنا حاجات كتير قوي وطرائف يعني هاي ازاي اذكر مرة كنا ببيروت وبعدين نزلت انا في المطار انبسطت لقيت عيال صغيرين كده تلموا علينا وبتاع ده منير مراد هذا منير مراد وبتاع قمت انا اتبسطت قوي لانهم جايبين الاورتوغراف وبتاعه وابتديت اكتب في الاورتوغراف وبعدين بصيت لقيت عيل صغير حاجه بتاع 5-6 سنين قال شو عم تعمله؟ قالوا له منير مراد الملحن ولا ده اللي بيقلد وما اعرفش ايه قال شو عبد منير مراد عبد الحليم حافظ واقف هناك سيبه فسابوني وراحوا لعبد الحليم اتغصت لا مثل يعني عبد الحليم حافظ انا سميته المطرب صاحب الصوت الذهبي ده من زمان يعني بيعجبني في كل اعماله لانه حريص في تنقيه الكلمه في استماع للحن يسمعه بكل حواسه هو اساسا موسيقى عبد الحليم ودارس رايه كويس قوي بس التطويل بتاعه يمل والتحفيظ بتاعه أمل لأنه شيء رهيب من واحد يروح يحفظ واحد الساعة 5 الصبح يفضل قاعد معه طول الوقت يبتدي الساعة 5 الصبح يحفظه حاجات خطيرة يبتدي 5 الصبح ليه؟ عبد الحليم بيعيش بالليل أكثر بالنهار ما يحبش يشوف النهار أو على بيخيل لي أنه يحب يشوف النهار مرتين يعني عبد الحليم يحب الليل أو يسهر طول الليل وينام طول النهار لكن هو بيبقى داخل السرير الصبح حوالي مثلا 6-7 الصبح وينام طول النهار يقوم الساعة 4 فبيشوف النهار الصبح بيشوفه بعد الظهر وبيشوف الليل كله بحاله يعني هو فيه ذكاء جدا وبيخدم الأغنية وحريص على مجهود الكلمة بيحب يعني الكلام عنده موازي للحن لكن ليه انت ما عدتش بتلحن له في الفترة الأخيرة لا انا ما مش ما عدتش احنا بنتقابل دايما في افلامه لانه هو بالنسبة لمجال الحفلة عايز أغاني زي ما قلنا طويلة إنما دلوقتي ابتدى يفكر إنه يعمل أغاني خفيفة وفعلا بالرغم إن أنا عامل له لحن كبير اسمه الطريق ويمكن يغنيه في الحفلة اللي حتكون قريب إن شاء الله أيها السادة مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد